الحلوب، الطعم الأصلي للسمنة المصري. إحنا مش مركز طبي ولا مستشفى، إحنا سيبال، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر بشهادة العملاء وتقييم الخبراء. سيبال يعني تعقيم شامل وخصوصية كاملة واحترافية بخبرة عالية. سيبال يعني ثقافات بجنسيات مختلفة وخبراء تم اختيارهم بعناية متناهية. سيبال يعني تجهيز العرائس، المساج العلاجي والحجامة مع دكتورة متخصصة وتنسيق القوام وتوزيع الدهون بمساج السيلوليت للقضاء على الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد بعد الولادة وجميع أنواع الحمامات التجميلية. سيبال يعني بشرة نضرة بدون تجاعيد بجهاز الهايفو وتقليل آلام العضلات وتعزيز عمل جهاز المناعة. سيبال يعني علاج الشعر بالبوتوكس وبروتين العسل. إحنا رقم واحد في مصر. مساء السعادة ومساء الحب على حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد الحب والورد والهدايا. واحنا كده عمالين نحضر للحلقة افتكرت حكاية حصلت معايا مع جدتي مرة من زمان. كده قعدت معاها وسألتها، قلت لها يا ترى يا جدتي كنت بتحبي جدي؟ اتنهدت تنهيدة وقالت لي بحبه ده أنا بس لما كنت أسمع خطوته تترد فيا روحي، ولما كان يقول لي كلمة حلوة تعلى ضحكتي. قلت لها طب يا ترى هو كان بيحبك؟ قالت لي طبعا، كل حاجة كان بيعملها بتدل على إنه بيحبني. قلت لها يعني كان بيقولك بحبك؟ قالت لي عمره ما قالها، لكن معاملته، حنيته، رحمته. كنا بنحس الحب بنظرة العين من غير كلام. قلت لها يعني ما كانش بيجيب لك ورد ولا هدايا؟ قالت لي أصل أنا كنت وردته. الحب يا بنتي مش وردة ولا كلام، الحب معاملة، عطاء من غير شروط ملوش مقابل، وهو ده اللي خلانا نعيش سنين وسنين وسنين. قعدت كده مع نفسي واسترجعت كلامها وقعدت أفكر، هو احنا
ما بقناش عارفين نحب زيهم، ولا احنا بندور على الحب، ولا هو قدامنا واحنا مش عارفينه ولا شايفينه. قلت بقى نفهم قصة الحب ايه، وليه احنا مش عايشينه زي ناس زمان، مع انهم لا كانوا بيجيبوا دباديب ولا ورد ولا بيتعزموا على العشاء ولا هدايا. النهارده هيكون معانا ضيفتي الاستاذ الدكتوره هاله منصور، استاذ علم الاجتماع، عشان نفهم الحب اتغير ليه. بس قبل بقى ما نبدا الحلقه، تعالوا نشوف تقرير ساعه مع نبال في الشارع المصري عن الحب. يلا بينا. زادت المشاغل والضغوطات على الأسر في الوقت الحالي، وما بقاش في وقت ان احنا نعبر لبعض عن مشاعرنا. علشان كده احنا قررنا ان يومنا النهارده يبقى مختلف تماما، ملوش علاقه باي قضايا اجتماعيه. قررنا ان احنا ننزل النهارده نحتفل مع الشعب المصري بعيد الفالنتين، ونسالهم ايه الاحتفالات اللي هم بيقوموا بيها وبيعبروا لبعض عن مشاعرهم ازاي في المناسبه دي. يلا بينا نشوف. مساء الخير. مساء النور. كل عيد حب وانتم طيبين. وانتم طيبه. مخطوبين او متجوزين او مخطوبين؟ مخطوبين. طيب حلوه قوي. طيب الفالنتاين بالنسبه لكم ايه؟ مين اللي بيجيب هديه للتاني؟ انت بتجيبي له هديه ولا حضرتك؟ لو احنا الاثنين بنحب نفاجئ بعض يعني، او في الاول بنشتغل بعض اللي احنا مش فاكرينه، مش هنجيب هدايا لبعض، بعد كده بنجيب مختلفه يعني. ايه بقى الهديه ناويين تجيبوا ان شاء الله او كده؟ لا اكل. اكل يعني؟ انتوا محددين ان الهديه بتاعتكم اكل يعني؟ احنا الفالنتاين اللي فات جبنا اكبر سندوتش شاورما يعني، رحنا السوبر ماركت جبنا عيشة رغيف فينو 2 متر وجبنا شاورما لوحدها، وعملتلها بقى مفاجأة كبيرة يعني، هي كان نفسها فيها. ده الشاورما بتبقى على شكل علبة أحمر بقى وحاجات كده، ولا بتبدعوا فيها ولا؟ احنا بنبدع يعني. كان شاورما بقى، احنا جبت العيش لوحده والشاورما لوحدها والجبن لوحدها والمايونيز لوحده، حطيت لها كل حاجة بتحبها فيه، وكان بتحب خيار مخلل، حطيت لها خيار مخلل كتير. ده فالنتاين مختلف تماما قوي. اه احنا بنحب. ما فيش مره دباديب في الموضوع، ورد، اي حاجه؟ لا مالناش في الكلام ده. بس انت تخصص اكل، انت موافقه على موضوع الاكل برضه؟ ايوه. نجيب بقى كل انواع الشوكولاته الحمراء اللي قلبها حمراء في السوق، كل الكيت كات الاحمر في السوق. حضرتك مرتبط ولا سنجل؟ لا مرتبط للاسف، قصدي مرتبط يعني الحمد لله. للاسف. هي دي الهديه اللي حاطه اللي هتجيبها للاسف؟ لا الحمد لله مرتبط يعني. خاطب ولا متجوز؟ لا متجوز. اه طيب، ما قصه حب ولا تجوز تقليدي؟ لا الحمد لله، هي كانت يعني الاول كانت بدايه تقليديه، بس طبعا ربنا وفق انها بدات يعني بقصه حب، وكملنا اهو بقى لنا بتاع حوالي 4 سنين مع بعض يعني الحمد لله. طيب بما ان احنا داخلين بقى على الفالنتاين كده ان شاء الله، ايه بقى المخطط اللي انت ناوي تعمله لها؟ ايه الهديه اللي هتفاجئها بيها؟ بصي، هو احنا كل عيد فالنتين كل واحد فينا بيحضر مفاجاه للتاني يعني، بس هي ما حدش بيبقى عارفها، بس انا عشان من اسكندريه فلسه ما رجعتش للبيت، فمحضر لها بس لما اجي، بس يعني مش هقول لك عليها طبعا. طب مش هتحرق لنا احنا المفاجاه؟ طيب هي بقى تتفاجئ بيها، احرق لنا احنا طيب المفاجاه. لا ما هي دي صراحه اجمل مفاجاه، ان انا مثلا اقول لها كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانت في حياتي دايما، انت وابننا الصغير. احنا مشهورين على الفيس كده بقصه حب فوزي وفوزيه وفواز. تمام. اسمائنا الاصليه يعني ميشيل ومارينا وكده، قصه حب معروفه قوي يعني. لا احنا من صحابنا يعني معروفين كده باسم فوزي وفوزيه وفواز، يعني عائله فوزي يعني. ربنا يخليكم لبعض يا رب. حضرتك مرتبط ولا سنجل؟ لا انا كنت مرتبط وما حصلش نصيب، كان في سوء تفاهم بس هي وصل لها غلط، وبسبب سوء التفاهم ده ما كملناش. انتوا منفصلين حاليا يعني؟ احنا دلوقتي حاليا منفصلين.
انا طبعا عايز ارجع لها، ونفسي ان هي تقعد تسمع بس الصوره الغلط اللي هي وصلت لها، تسمع الصوره الصح مني، لاني انا حبيتها بجد، وعمري ما كنت اتخيل ان انا اقدر اكمل من غيرها، وده فعلا حقيقي. وانا كل اللي طالبه بس منها ان هي تقعد تسمعني واصحح لها الصوره الغلط اللي هي شايفاها. حضرتك مرتبط ولا سنجل ولا ايه بالظبط؟ انا خاطب. خاطب، طيب كويس. طيب الفالنتاين بقى بالنسبه لك كخاطب بتعمل فيه ايه؟ الحقيقه وعيد الحب بالنسبه لي هو حاجه مهمه، بمعنى بستنى اليوم علشان اعبر فيه عن حبي للشخص اللي انا مرتبط بيه، او بمعنى اصح الحد اللي انا بحبه في حياتي. وباقي السنه ما بتعبرش، هو بس اليوم ده اللي بتعبر؟ السنه كلها حب طبعا، بس تقدري تقولي يوم بعبر فيه عن الحب بشكل تاني، بمعنى برضو ان الحب بالنسبه لنا حاجه مهمه في الحياه، يعني مش مجرد احنا اشخاص عايشين وخلاص. مظاهر التعبير عن الحب في اليوم ده بيبقى ايه المظاهر بالنسبه لك المختلفه؟ حاجات كتيره. زي هدايا بقى، في هدايا بتيجي وحاجات كده ولا ايه بالظبط؟ اكيد طبعا اكيد، بس هي برضو مش برمز هدايا، بس هي تقدري تقولي كده حاجه تعبير عن المحبه للشخص. فالحب ده بقى يعني صور كتيره. طب جهزت هديه ولا لسه؟ جهزت. ايه تحرق لنا المفاجاه ولا ايه؟ اكيد يعني حضرتك حابه تعرفي يعني ممكن. طب خلاص عرفنا، ايه بقى جبت لها ايه؟ يعني حاجه بسيطه بس. هي طبعا مش بقيمه الحاجه انها تكون غاليه، هي الرمز بس، ان انا اجيب حتى ورده دي اكيد بتفرق كتير طبعا. طبعا اكيد، يعني انا جبت شوكليت، حاجه شوكليت كده والبوم صور. حضرتك متجوز ولا مرتبط او سنجل؟ متجوز. متجوز. طب كويس، بقالي 3 سنين اهو. ما شاء الله 3 سنين. طب يعني 3 سنين، على مدار 3 سنين في احتفال طبعا بالفالنتاين؟ اكيد 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 اكيد، احتفالات كذا احتفال بالفالنتاين. طب الاحتفال بتاعنا السنه دي ان شاء الله هيبقى ايه بقى؟ ايه المفاجاه اللي انت عاملها لها؟ والله في الحقيقه انا موبايل مراتي باظ، طبعا ما قلتلهاش، قالت لي خلاص مش مشكله دلوقتي وتمام، بس انا يعني اللي عامله لها مفاجاه ان انا جبت اوريدي موبايل ولسه بقى مخبيه لها لحد ما يجي الميعاد يعني. بس كويس، دي مفاجاه جميله اكيد هتبسطها. طيب في اي بلان ثانيه هتاخدها وتتعشوا وهتخرجوا؟ والله لسه كنا بنفكر فعلا نطلع حاجه يعني غردقه شرم، بس لسه بقى بفكر، ما لسه بشوف يعني. ممكن تاخدوني معاكم في ممكن تفاجئوني وتاخدوني معاكم انا كمان. اكيد اكيد تنورينا، بس بعد فالنتاين بقى. لا اجيب لها ده حلو ان شاء الله، يعني مثلا اجيب لها سلسله، اجيب لها شوكولاته، هي بتحب المانجا، الحاجات اللي بتحبها اجيبها لها يعني كده. اجيب لها مانجا في عيد الحب؟ دي مانجا حمراء ولا اجيب لها مانجا ايه؟ بتحبها طبعا، من لها ايه؟ الفها لها في هديه حمراء. حضرتك مرتبط او خاطب او متجوز؟ خاطب. طيب جبت ايه لحبيبتك في الفالنتاين، او ايه المخطط اللي حضرتك هتعمله؟ هو طبيعي يعني هجيب لها ورد تمام ودبدوب او اخرجها والكلام ده كله يعني. بتفاجئها كل سنة؟ طبعا لازم افاجئها كل سنة. في حد منكم مرتبط ولا ايه؟ مرتبطين يعني؟ واصحابنا مرتبطين وكده، مؤقت وكده. عيد الحب بقى بالنسبة لكم ايه، او بتحتفلوا بيه ازاي؟ وايه الهدايا بقى اللي بتيجي وبيجي لكم؟ ايه هدايا؟ عايزين نعرف التفاصيل دي كلها. والله بصي، هو اغلب الناس عيد الحب قرب خلاص خناقة. ده من الواضح ان انتي متخانقة. قولي ليه انتي متخانقة بقى؟ لا ما اغلب الناس كده، والناس التانية كل قليل اللي بيحتفلوا ويجي لهم هدايا. لا بس شكلك كده في حاجة بقى ولا ايه؟ والله موضوع الخناقة في عيد الحب ده حاجة وحشة قوي، بيتلككوا بيتلككوا صح؟ عايزين يهربوا منها. انا فلسة من مجال الكلية. يعني هما خلاص دلوقتي بقى بيعرفوا عيد حب، لا احنا نتخانق قبلها بيوم بقى. هنرجع بعد عيد الحب. حضرتك مرتبط ولا سنجل؟ لا لا انا سنجل. والله طيب حضرتك يعني اليوم عيد الحب بالنسبه لك بيمثل لك ايه، بما ان انت سنجل، او رايك ايه فيه؟ هو بالنسبه لي يعني واصحابي وكده بيخرجوا والكلام ده، بس هو عيد الحب مش لازم تكون مرتبط، يعني هو انت لو حد بتحبه ممكن تعبر له، مامتك اختك كده، فانت ممكن تعبر في عيد الحب ده لاي حد قريبك، مش لازم تكون مرتبط.
الورد الأحمر والدباديب والعشا وسلسلة الذهب والمانجا اللي مش في أوانها، كل ده شفناه جوه التقرير. يا ترى احنا فعلا في الحياة بنحب وبنعرف نحب، ولا هو يوم والسلام؟ زي ما وعدتكم قبل التقرير اني معايا النهارده الدكتوره هاله منصور، استاذ علم الاجتماع. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه ومصر كلها بخير يا رب. احنا بنحلم بالحب ولا بندور عليه، ولا احنا مش شايفينه، ولا مش عارفين معنى الحب الحقيقي ايه؟ هو ايه الحب اصلا؟ هو احنا عايشين بالحب. يعني اللي مش بيحب مش عايش، او مش بيعرف يعيش. الحب احساس، رقي مشاعر، حالة من الحالات الانسانية اللي بتدي الانسان احساس بالسعادة وبالرضا وبالقبول بالحياة، كل حاجة. الحب مفهوم واسع قوي. يعني انا ضد ان احنا نضيق مفهوم الحب ونخلي راجل وست أو اتنين بيحبوا بعض. أكبر من كده. حب كل حاجة في الحياة. الحب حب الإنسان، حب الصداقة، حب إخوة، حب الحياة بشكل عام، حب الطبيعة، حب الناس كلهم. علاقة كل العلاقات لابد أن تبنى على الحب. الحب دكتورة اتغير عن زمان؟ مش الحب اللي اتغير، إحنا إحساسنا أو الفرصة اللي بنديها لنفسنا عشان نستمتع بالحب. للأسف أغلبنا منشغل قوي بعجلة الحياة، أغلبنا منشغل قوي بالضغوط وبالطموحات المادية، وانصرفنا بدرجة كبيرة قوي عن الطموحات الإنسانية والطموحات الاجتماعية. حضرتك الرومانسية دي قيمة كامنة عند كل البشر. أكيد. ربنا خلقنا على فطرة الحب، وربنا خلقنا عندنا رغبة وآلية وقدرة على الحب والاستمتاع بالحب. دي الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. بس احنا ضيعناها مع الوقت. هو احنا مش ضيعناها، هو احنا انشغلنا شوية عنها بزيادة. عشان كده ساعات لما حاجة تاخدنا من الحسابات المادية وحسابات العمل وضغوط العمل وضغوط الحياة وضغوط البشر، بتلاقي كده في انتعاشه بتحصل لحضرتك. الانتعاشه دي ممكن دكتور هلا تحصل. هل يا ترى الاضطرابات النفسيه اللي موجوده في المجتمع الفتره الاخيره سببها نقص الحب؟ لا. ده هي تؤدي الى يعني ده اثر من اثرها وليس سبب ليها. برضو هي ضغوط. الحب زي ما قلت لحضرتك حاله انسانيه. بتدينا احساس بالرضا والسعاده والقبول والامتنان، والإنسان اللي بيحب بيترفع عن حاجات كتير. لكن الحسيات والماديات بعيدة شوية عن الحب. إحنا خدتنا عجلة الحياة لأنه السعادة بالماديات، ودي حالة رديئة جدا في الحقيقة لينا كلنا. لأن المادة بالذات كل ما بتزيد مع حضرتك كل ما طلبك عليها بيزيد، لان كل ما بتزيد او بيبقى في وفر كل ما بتبتدي حضرتك تبصي في سكه طموحات اخرى للماده، فيزيد احتياج حضرتك للماده. عشان كده الرضا هو اساس السعاده. هل بعدنا شويه عن الحب وعن المشاعر وعن ان احنا نعبر عن مشاعرنا، ده برضو ظهر نوع من انواع العنف في المجتمع؟ طبعا. يعني قضايا العنف اللي احنا بنسمع عنها، العنف واليأس والاكتئاب والشدة والجرأة، كل دي مرتبطة. يبقى نقص الحب فعلا بيسبب مرض؟ طبعا. ما انا قلت لحضرتك ده. لكن هو الحب زي ما قلت لحضرتك هو فطرة إنسانية. الرومانسية زي ما قلت لحضرتك هي قيمة عند كل الناس، بس في عند الناس متصنفرة شوية زيادة. فبتبان بسرعة في نظرة، في لمحة، في كلمة، في لمسة إيد، في طبطبة في لحظة معينة. ده بيبان على طول، بتنتعش الشعور الإنساني. لكن في ناس من كتر ما هي مشغولة بالماديات والحسيات تترجم الحب، يعني الناس اللي بيترجموا الحب بالأكل
ويترجموا الحب بالهدايا، مش هو ده الحب خالص، ده ابعد ما يكون عن الحب. ده يوم عيد الحب بيبقى فيه سباق، يعني لو انت دورتي على ورده الورد الاحمر مش بتلاقيه. هو فقدان الشيء يدي مبالغه. يعني تخيلي تخيلي في اليوم ده بيحصل ايه يعني. والقصه في الورده مش الورده، في احساس البني ادم برقه الورده واحساس الورده. ومش كل واحد على فكره في الهدايا بالذات، كل انسان ليه طبيعه في الهدايا وليه هديه تناسبه او ما تناسبش حد تاني. لكن نسيبنا من موضوع الهديه لان هو تعبير، هو آلية من آليات التعبير، وعايزه اقول مش هو ده بس التعبير، ده اضعف انواع التعبير عن الحب اللي هو الهدية. لكن التعبير عن الحب بالمعاملة، بالإحساس، بالحنية، بالتواصل، إزاي يبقى في بينا تواصل وجداني، نحس ببعض، أحس بمشاعرك من غير ما تتكلمي، أحس بالجواكي من غير ما تقوليه، هو ده الحب. الحب قدرة إنسانية راقية جدا. بس هل كافي إن إحنا نحتفل بيه يوم؟ يعني أنا بحس هو شيء حلو، وإن إحنا نحب شيء حلو، وإن إحنا نهادي بعض شيء حلو، ونفتكر بعض ده شيء حلو. لكن ليه أنا بحس إن في الفترة الأخيرة إحنا ما عدناش بنشعر بالحب؟ حتى الحب مش مدين نفسنا فرصة، الناس مش مدية نفسها فرصة إن هي حتى تعمل حوار، حتى تحب نفسها. خلي بال حضرتك، حب النفس ده شيء مهم. يعني انا لازم احب نفسي وادللها شويه، واديها اسالها، اسمعها، اعرف احتياجاتها عشان اعرف ارضيها، عشان اشعر بالسعاده. الناس واخده الحياه سبق لما لا نهايه على ولا حاجه. وممكن برضو الفكر انه محدود في منطقه معينه، ان دايما الحب بين راجل وست. دي يعني احنا مش بنستوعب ان الحب ده في كل حاجه. بصي حضرتك، هو للاسف كمان، يا ريت كمان ضيقناه راجل وست على مفاهيم الحب السليم. لكن احنا حولنا الحب للغرايز، وده ابعد، يعني بعيد قوي عن مفهوم وحولناه لاخد وعطى. ما هو كده، ما هو اصبح غريزه، اصبح نوع من انواع الحسيات وليست المعنويات، بقى ماديات. دكتوره، هل في فلاسفه بيقولوا ان مش المفروض نعبر عن الحب، وفي رأي عكس هو حد ما يعرفش؟ شوفي حضرتك، خذيها قاعدة، محدش. أكمل سؤالي بس. فضل. أن في مجموعة من الفلاسفة بتقول أن ما نعبرش، مش ممكن يبقى في تعبير عن الحب. وفي الرأي العكسي بيقول لا، لازم نعبر عن المشاعر والأحاسيس. حضرتك بقى مع مين فيهم؟ شوفي حضرتك، انا يعني كنت عايزه اقول لك واحنا بنتكلم ازاي نعبر، هو ما حدش بيروح يقول انا هعبر عن الحب. اول ما يبقى جواكي احساس الحب، التعبيرات نفسها هي اللي بتطلع من غير ما تقصدي، النظره، الابتسامه، الحياه. عارفه اللي بيحب في حاله الحب بتلاقي ملامحه بتحلو، واللي بيتصدم او يكتئب او يتوجع في الحب تبصي تلاقي شكله بيتاثر وبتغير. محدش بيبقى ارادي بيعبر او ما بيعبرش عن الحب. بس في لكن ناس كده، بس في ناس. خليني اقول لحضرتك انه الحب ده كائن حي. ثواني بقى. زي النبات، زي الكائن اللي لسه في بدايته، محتاج رعايه اكتر ومحتاج عنايه اكتر، محتاج تربه ينمو فيها، محتاج بيئة ينمو فيها. بيئة الحب هي الصفاء والنقاء والحنية والرحمة. بعد كده يتغذى الحب على إعلان المشاعر بشكل راقي، بحيث إن هي تبقى مجرد تعبير دون مبالغة ودون إخفاء، وما تبقاش تلقائية بنسبة 100% عشان الطرف الآخر ما يستغلش قوة المشاعر. لكن الحب تفضحه عيونه زي ما بنقول، بس بيبان في الأحاسيس. أي اتنين بيحبوا بعض لازم تلاحظ. تمام. بس في وده بقى السؤال اللي أنا عايزة أسأله، إن في رجالة بيبقى عندهم صعوبة جدا في التعبير عن مشاعرهم، وستاتهم دايما بيشتكوا من الموضوع ده. شوفي التعبير، ما هو في ستات بتحب الكلام وفي ستات بتحب الفعل.
ولا عايزه تحس. وفي ستات فاكره انه التعبير عن الحب ده طول النهار يقولها بحبك وبموت فيكي او ينصرها على والدته او على اخته خالص، ده ابعد يعني ما يكون. مفهومنا حتى نفسها في صراع اللي هو الاستئثار بالشخص، لانه الحب انواع. ما هو الراجل لازم بيحب امه، بيحب اخواته، بيحب ولاده، بيحب زوجته، بس كل حب من نوع مختلف. اول ما حد فيهم يحاول يضغى على الاخر بتظهر مشاكل. لكن الراجل الشرقي عنده مشكله في الحقيقه. ايه بقى؟ الجندر اللي هي النوع الاجتماعي في التربيه واحنا بنربي. المراه عندها مشكله والراجل عنده مشكله. واحنا بنربي الولد وهو صغير، اول ما يجي يظهر حنيه على طول او يعيط او يضعف على طول، ايه ده انت راجل، اوعى يبان عليك، اوعى تعمل كده، ده ضد الرجوله، ده انت لازم تبقى حد وتبقى قوي. وتبتدي تحبسي الطفل ده جواه، ما يعبرش عن نفسه لان هو بيكبته ويحاول يرسم الصوره او يمثل الصوره المطلوبه منه للمجتمع. تمام. الانثى العكس، اول ما تبان قوتها وقوه شخصيتها وقوه تعامل، ايه يا بنتي ده، خليكي رقيقه، خليكي لطيفه، خليكي ضعيفه، خليكي انثى. فتبتدي هي كمان تلعب هذا الدور، لان هو في الحقيقه احنا في الحقيقه بنمثل بنمثل وفقا لتوقعات الاخرين وفقا لاخفاء تلقائيتنا في احيان كثيره يعني عشان نظهر يعني المواقف. الحب عند الراجل مختلف عن الحب عند المراه خالص، بالعكس الراجل ساعات بيبقى اكثر حنيه، لكن هو لم يسمح لي بالتعبير عنها بشكل مباشر لانه في تربيته اتقال له لا ده ما ينفعش. والمراه قد تكون اكثر، مش كل طبعا احنا مش كلنا زي بعض في الاحساس بالحب او التعبير عنه، لان احنا شخصيات مختلفه. المراه اتقال لها خليكي لطيفه ورقيقه ومثلي الدور بس ده. بس مؤخرا البنات بقوا واخدين دور يعني، لا هو مش في المشاعر، رجالي يعني، يعني رجاله شويه يعني. هي الرجوله، كلمه رجوله معناها مسؤوليه، معناها حنيه، معناها ايثار، معناها رعايه، معناها قوامه، كل دي الرجوله. خلي بال حضرتك في فرق كبير جدا بين الذكوره والرجوله، مش كل ذكر رجل. طبعا. وفي فرق ما بين الانوثه والتثيب او زي ما بنقول ابتذال. الانثى دي كائن كده راقي ورقيق ولطيف، انما الابتذال ومحاوله كل ده بعيد عن فكره الانوثه. فهنا المفاهيم نفسها صح. ناهيكي عن انه التعبير عن الحب نسبي. الحب، الاحساس بالحب وعيش ان احنا نعيش حاله حب، دي رغبه انسانيه مستمره بقى الانسان على مدار حياته. المنطقه الوحيده اللي ما بتعجزش عند البشر المشاعر. صح. طول ما انا عايشه عايزه احب واتحب. ساعات الراجل الشرقي، لانه الزوجه برضو الشرقيه او المصريه واخده الزواج وظيفه، تبتدي هي في فتره الخطوبه او في فتره البدايه تبقى مياله للناحيه الرومانسيه واظهار المشاعر والاستمتاع بالمشاعر. اول ما بتدخل بيت الزوجيه بتبتدي تهتم بالاعباء الزوجيه للحياه والعيال والبيت ولما يجي الزوج يشتكي تقولك هو عايز ايه، بيته نظيف وحاجته موجوده وولاده متربيين، ده انا زوجه مثاليه. لا انت كده تبقي مربيه مثاليه، تبقي مديره منزل مثاليه، انما زوجه محتاجه احساس، محتاجه تبادل، محتاجه مشاركه في كل حاجه. دكتور والزوج هلا، نفس الحكايه. دكتور هلا، هل احنا محتاجين ل دورات تفهمنا معنى الزوجة والزوج وإزاي إنه كل واحد فيهم يلبي طلبات التاني ويبقى عارفها ويبقى حاسسها؟ مش والله مش دورات قوي، على قد ما هو فهم يعني. فهم صحيح الأديان. ما هو ربنا بنى الزواج على إيه؟ على المودة والرحمة. المودة يعني إيه؟ كل واحد فينا يتودد للآخر ويظهر له أفضل المشاعر عشان يكسب وده. أيوة. الرحمة يعني إيه؟ يعني كل واحد فينا يعذر الآخر
ويتلمس له الأعذار ويسامحه ويتغاضى عن بعض أخطائه ويساعده لما يكون موجوع ويحاول ان هو ينتشله من نقاط ضعفه. ربنا بنى الزواج على ده، يبقى مبني اساسا على الحب، حب تبادل مشاعر بالطريقه دي. طيب الاحساس بقى لازم يكون موجود، لازم ندرب ولادنا على ده. يمكن زمان الزوجات والازواج البسطاء في الحياه اللي ما كانش عندهم درجات عاليه قوي من التعليم ولا الشراكه، كان عندهم وقت يحسوا بالفطره الإنسانية، كانوا بيتبادلوا الخبرات في الحياة بالطريقة دي. ولو رجعنا لنصائح لقمان ورجعنا لأصل الدين سواء في المسيحية أو الإسلام، مبنية على المحبة والحب، ما بيدومش إلا بإظهاره بالتودد ودعمه بالرحمة والتقبل الأعذار والتسامح والاهتمام. عشان كده الحب مبني على الاهتمام وعلى الحنية وعن ان انا ما اشوفش العيوب وبس، لا لازم اشوف المزايا مع العيوب، لازم اوزن انه المزايا تعادل العيوب، لازم الاحساس بالحب. ساعات تيجي مثلا بعض الزوجات تقولك انا جوزي بدا يهتم بواحده تانية، وبدا مع انه يعني كبير في السن ووصل لمرحله معينه في الحياه، والراجل ساعات بيجي في مرحله معينه والست كده، بس الست بيحميها الدين شويه فاهمها لانه ممنوع عليها ده، لكن الراجل طالما ربنا مديله سماحات للتعدد في حته الحرمانيه الدينيه ما بتبقاش عامله له الرادع ده. هو هنا مش بيحب الست دي، هو بيحب الاحساس بالحب. هي بتديله البنت دي او الست دي بتلعب على وتر ايه، ان انا بحبك، ان انت لسه بتتحب، ان انت لسه بتبتدي تداعب عنده المشاعر اللي الزوجه خلاص بطلت تتعامل على المنطق ده وخلاص سلمت والوظيفه موجوده واحنا زوج وزوجه والبيت مكتمل، ومش منتبهه ان هو محتاج ان هو يشعر ان هو محبوب، ان هو يشعر ان هو مرغوب. الزوجة نفس الحكاية على فكرة، بتحتاج لنفس ده، بس بيحميها مسألة الوازع الديني، إنها مش من حقها إن هي تبص لحد غير جوزها. لكن الراجل مسألة إن هو عنده منطق التعدد فبيديله إن هو ما بيعملش. بس حرام. دكتورة هلا، لما نيجي نشوف بعد سنين كتيرة من الجواز، العشرة اللي بتبقى بين الاتنين بتدي كل معاني الحب من غير ما كل واحد انه يقول للتاني انا بحبك. ودليل كلامي ان في المقدمة لما حكيت قصة الجدة بس هو كان لسه والجد بيعمل لها لمسات الحب بالكلمة لازم. على فكرة ما فيش واحدة هتعيش حياتها من غير ما تسمع كلمة بحبك، بس لازم تسمعها وتحسها. ما هو في راجل طول النهار بيقولها بحبك لكن ما بيعملش اي حاجه، وفي واحد تاني بيدي الاحساس بس ما بيقولهاش بحبك. عارفه بالظبط انت عملتي اكله حلوه قوي، عملتيها وهايله، بس ما دخلتيهاش الفرن، طب ولعتي عليها زياده اتحرقت، صح كده. لازم يتحس ويتقال. القصه ايه؟ ان احنا العشره بينا وان احنا بقينا قريبين من بعض، ان احنا بنتبادل كل حاجه. طب ما هو عندك عشرة مع أصدقائك وصديقاتك، وعندك عشرة مع أخواتك ومع والدك ووالدتك، وعندك عشرة مع جيرانك ومع أهلك. مفهوم العشرة ماشي، بيدي نوع من أنواع الفهم وتوقع الفعل ورد الفعل، بس في حتة رومانسية بتاعت الخصوصية دي اللي ما يملهاش غير واحد، لا يمكن يملها غير واحد، سواء راجل بالنسبة للست أو سواء ست بالنسبة للراجل. بنسمع عن قصص حب بين اتنين بتكون يعني تعمل منها حواديت، وبعدين فجأة تلاقي حالة من الكره غير عادية. هو صوفي إيه القصص إيه بقى؟ اشرحي لي نفسيا ازاي؟ ما هو انا عايزه اخد حتت معينه، الحتت دي شوفي انا قلت لك احنا كلنا يعني بنمثل. مهمه جدا، شيء غريب قوي تلاقي اتنين واخدين قصه حب قبل الجواز بالسنين، ودي مش ممكن تعيش من غيره، وده مش ممكن يعيش من غيرها، وبعدين في الاخر كره وانتقام رهيب جدا. ازاي الحب يتحول لكم الكره ده؟ يعني اشرحيها لي بقى ازاي؟ انا هشرحها لحضرتك بس في حقيقه اقولها الاول ولا اقولها الاخر؟ لا طبعا الحقيقه الاول وبعدين نشرح. طيب في حقيقه لازم نتيقن منها كويس قوي، اللي بيحب ما بيعرفش يكره، واللي بيكره ما بيعرفش يحب. تمام.
الحب فطرة إنسانية ربنا خلقنا عليها، الحالة السوية للبشر إن هم يحبوا. تمام. طيب الحب معناها إنه أنا بتمنى إن أنا أكون قريبة أو بتمنى إن أنا أكون مع هذا الشخص أو مع الناس دي. هنرجع تاني ونقول إن الحب مش راجل وست. تمام. طيب أعلى درجات السلبية عند اللي بيحب إنه ما يحبش. فهميها لي دي. ان انا بقى بحب حضرتك قوي. كويس؟ تمام. بس انا بحبك وكل شويه بتعملي تصرف بيضايقني. تمام. او بتعملي موقف مش متوقع. مع الحب الجاذبيه. الجاذبيه دي موجوده، بس مع كل موقف سلبي، مع كل تصرف سلبي، مع كل توقع ما كانش مأمول تتحط ورقه اتنين تلاته نفقد الجاذبيه. خلاص اول ما نفقد الجاذبيه خلاص، عشان كده هنا تقلب القلوب بالمعنى ده. الحاجه الثانيه اللي بيكره ما بيعرفش يحب. واعلى درجات الحب عنده انه ما يكرهش، لان الكره اذيه. حاله بقى اللي حضرتك بتقولي الانتقام، ساعات ما بيبقاش انتقام، ساعات بيبقى رد فعل عنيف. ليه؟ لان المشاعر بتاعه الانسان في ناس مشاعرها زقاها فياضه قوي. فاللي مشاعره فياضه ده بيبقى ماشي مغمض عينيه، اول ما بيفتح بيبتدي ينتبه. هنا ما بتكونش الحاله عدوانيه قوي تجاه الطرف الاخر، بس الطرف الاخر متعود منه ايه؟ انه يدي اكتر من اللازم، فلما يبتدي يفلتر يبتدي هو يتخض، فيبتدي هو يزود في التصرفات بتاعه، تبتدي العلاقه تبوظ. هنا بنقول ايه؟ برضو زي ما ربنا قال عاشروهم بمعروف أو فارقوهم بإحسان. ليه؟ لأنه الحالة الود الطبيعية، حالة الانفعال ساعة الأزمة طبيعية عند كل البشر. تمام. بس بنفوق، لازم نفوق منها، ما نستمرش فيها. ساعات بتلاقي الخبثاء بقى اللي حوالين الحالة دي. أيوة. وكل واحد يفرغ السخنة، فيبتدي كل ما السخنة تبتدي تهدى يبتدي هو يشحن مرة أخرى. طب ليه ناس تبقى بتحب بعض قوي وبعد شويه اللي كانوا مخطوبين ولا عايشين قصه حب وبعد شويه اول ما يتجوزوا او تستقر بيهم الحياه تختلف مشاعرهم؟ لسبب، في جزء منهم كان بيحب الصوره اللي قدامه، الصوره اللي قدامه اللي بيتجمل فيها هذا الشخص. واللي بيخفي اشياء من شخصيته تكون ما بتعجبنيش عشان خاطر نفضل في الحاله دي، وشايف ان انا استحق عشان هو بيحبني وعايز ياخد مني رد الفعل بتاع الحب ان هو يخفي ده. بس ده مش الحب. ما هو ده مش حب. اول ما بيدخلوا بقى البيت الواحد كلنا بنتجرد من الرسميات، وكلنا بنحاول نبقى في حاله طبيعية. التلقائيه. أيوة والطبيعيه. فحب بتلاقي واحد تاني او هو بيلاقي واحده تانيه، لان الصوره الذهنيه اللي هو رسمها ما كانتش صح. يعني اللي افهمه من كلام حضرتك ان هما كل واحد حب صوره معينه رسمها جوه خياله، وهو مش متقبل وما بيقراش من اللي قدامه. هتقولي لي مش هقول لك مواقف، هو ما بيقراش من كل موقف الا الزاويه دي. هو مش متقبل يا دكتوره هلا ان يشوف صوره ثانيه بالظبط غير اللي هو رسمها في خياله، وعشان كده لما بيشوف الطبيعي بيرفضه، وبيحصل هنا لأنه النقلة هو هنا النفسية الحب اللي هو العقلاني ناهيك عن أنه إحنا كلنا مشاعرنا متقلبة. وعشان كده برغم أن الكذب من أسوأ الخصال إلا أنه مباح ما بين الزوجين. ليه؟ للمجاملة. المجاملة صح. لأنه هو لو حضرتك قلتي له أنا دلوقتي مش بحبك، مهما تقولي له بعد كده أن أنت بتحبيه مش هيصدق. فهنا بنضطر نخفي بعض المشاعر ونظهر بعض المشاعر. لكن الحب بيئة اعتدال. انت حضرتك عندك نبات كده حلو قوي انت زرعاه، كويس، بتسقيه اكتر من لازم هيموت، ولو قللتي برضو المية هيموت. طب بتمنعي المية وترجعي تغرقيه عشان خاطر يفتى هيموت. هيموت. او حطيتيه في بيئة غير مناسبة، حطيتيه في الضلمة. الحب محتاج رعاية بالمعنى ده. لازم نفهم شخصيات بعض، ولازم نعرف ايه اللي يرضيكي وايه اللي يعجبك مني وابتدي اظهره. انا برضو هنا حريصة على انه الزوجة او الزوج مش كل الحالات تظهرها للزوجة.
في تصرفات هيبقى لو الشخص ده شافها من التاني مش هيحبه فيه. موضوع عايز شوية ذكاء. شوية تجميل. حالة التجميل والجمال حالة مهمة قوي. الزوجة اللي طول النهار مهملة بنفسها ولما تيجي تخرج بس يبقى شكلها حلو. ما هو كان بيشوفها في الشكل ده الأول، أو اللي بتزعق أو بتتكلم بطريقة غير لائقة ومع الناس تبقى لطيف. الزوج اللي نفس الحكاية. ما دكتورة هلا حضرتك قلتي إن لو كل واحد شاف نفسه وقابل مشاعره بطريقة سليمة وحب ذاته من البداية وحب يظهر من هو نفسه ده كل ما اللي هو هيعكس إيجابي على طول هينعكس على الآخر. يعني مش هنبقى محتاجين للراجل يعمل ولا الست ما تقوليش أنا أصلاً على تلقائيتي تماماً في البيت مش مطلوب. صح. ولا هو يقول لي أصلا على تلقائيتي ده بيتي أنا كده فيه اللي أنا عايزه. كده لا لا طبعا لا. لازم يكون كمان بالنسبة للزوج والزوجة لازم يبقى فيه مسافة. إلغاء المسافات ضد العلاقات المتزنة تماما. ودي اللي عملت انهيار. طبعا يعني حتى هي اللي عملت انهيار. يعني لازم دايما خط أحمر. يعني أنا بشوف الشباب اليومين دول بيقولوا لبعض ألفاظ بيتصرفوا مع بعض بطريقة لا يمكن هيحترموا بعض مهما كانت دلالات الألفاظ. خلي برضو بال حضرتك إن من أساسيات الحب الاحترام. بالضبط. ومن يعني من أدوات الاحترام. الحب كمان الإعجاب. إن أنا لازم أبقى معجبة باللي معايا. طب هي بقى مبهدلة في نفسها وأسلوبها مش حلو وطريقة كلامها مش حلو وطريقة أكلها مش حلوة وبتظهر منها حاجات مش مفروض. ما أنا هرجع لحضرتك وأقول لك النصايح لما كانت امرأة لقمان بتدي النصايح كانت فيها إيه؟ يشم منك أطيب الريح. أيوه. الصوتي لاقيكي مهندب ده في الدنيا هو ده في الدنيا. بس انا عايزه اقول لحضرتك ان دلوقتي المفروض نقول ده للطرفين طبعا مش لا لانه كانت ما هو انا هقول لحضرتك ليه النصايح دي لم توجه للرجل لان دي كانت من سمات الرجوله فمش محتاجه نصايح هو راجل عارف ان ده اللي بيخليه راجل انما النهارده لما انا اشوف التركيز كله على الذكر وليس الرجل لا حبيبي ما تنفخش عضلاتك عشان تدي نفسك منظر لكن خلي الإيجابيات اللي في شخصيتك تبقى أحلى. خلي طب في حاجة بقى بنسمعها حاجة تانية يقولك إيه إحنا بنحب بعض لكن مش قادرين نعيش مع بعض. النقطة بمعنى دي إيه بقى؟ يعني احنا كنا متجوزين. لا انا مش بسال حضرتك انا هم يسالوا نفسهم. ما انا لسه بقى جايه لك انا هحكي لك اللي بيتقال بره ايه. ان احنا بنحب بعض لكن احنا مش قادرين نستمر مع بعض. هل يا ترى السبب ان احنا استغنينا عن كلمه نحن وحطينا مكانها انا ولا هنا في شخصية طغت على التانية فلغت الهوية بتاعت الشخصية التانية فعشان كده هو مش قادر ان هو يعيش معاه بس هو بيحبه. هي بصي يمكن الجزئية الأولانية اللي هو الأنانية. الأنانية كل واحد شايف نفسه بس. الجزئية التانية والأهم هنا طغيان الطموحات المادية على الطموحات المعنوية والطموحات الاجتماعية. أيوة. والإنسانية. وخلي بال حضرتك الطموحات المالية ما بتحققش السعادة للأسف. إنما الطموحات الاجتماعية والطموحات النفسية وطموحات الرضا والسعادة هي الأساس. عشان كده تلاقي حضرتك حتى على مستوى الحياة العامة مش الزوج والزوجة. أيوة. كان زمان الناس أكثر رضا. ليه؟ عنده طموحات اجتماعية. هو مش شايف إنه هيظهر بالشياكة عشان الماركة. الحاجة أوريجينال ولا لأ ولا عشان الساعة شكلها إيه ولا الموبايل شكله إيه لأ عشان الشخصية إيه مؤثر على مين بيحترمه مين بيكبره مين بيلجأ له مين بيديله الأبعاد الإنسانية دي اللي بتحسسه بالقيمة. ما بقاش الشعور بالقيمة لأنه أنا إنسان. ما بقاش الشعور بالقيمة لأني أنا بسلك سلوكيات جيدة. ما بقاش الشعور بالقيمة إن أنا متميز والناس نفسها تتميز معايا او ان نفسها تبقى زي عشان انا عندي التأثير ده. لا اصبح ادوات التميز هو انا عندي ايه وهو انا لابسة ايه وهو انا ايه اللي املكه. فاول ما تبقى دي ادوات التميز وتدور كل الطموحات في هذا الفلك نفقد الانسانية ونفقد الادمية ونفقد الحب. ما هي كده دكتورة نتحول لسلع.
ضيعوا منهم كل حاجة. هم بيبقوا فاكرين ان هم بالطريقة دي هم هيتبسطوا، وبعد ما تتوفر بعد ما يتوفر اللي هم عايزينه يقعدوا يدوروا على الحب بقى. يعني هو خلاص بقى دلوقتي في العربية، بقى في الإمكانيات، بقى في كذا، تقوم تدور بقى على الحب. ما انتم الاثنين لا، وتعترض ان هي مش لاقيه من الأساس بالظبط. فهنا التوازن هنا مهم قوي، التوازن الإنساني، الشعور ان انا انسان. أهم شيء في الحياة الشعور بالقيمة، والقيمة مش أنا عندي هو إيه؟ ده أنا أسامي هو ده إيه؟ اللي إحنا عايزين نوصله النهاردة باحتفالنا بعيد الحب في ساعة مع نيبال. وقتنا للأسف طبعا الحديث معاك شيق، وكل سنة وحضرتك طيبة، وحضرتك شرفتينا النهاردة في ساعة مع نيبال. في الختام، يا ترى الناس انشغلوا بالحب عن الحب الأساسي اللي المفروض يكون في قلوبنا وهو حب رب العالمين؟ هل يا ترى تركيزنا كان على حاجات معينة وهو الحاجات دي اللي خلتنا نفقد معنى الحب؟ أعتقد لو قلوبنا عمرانة بحب الله هنشوف كل حاجة حلوة حوالينا، وهنعرف نحب، لأن هيبقى فيه رعاية إلهية موجودة جوه بيوتنا، لأن ربنا حبنا من الأساس. الدنيا كلها اتخلقت على الحب، ما نقدرش نعيش من غيره، ولا نقدر نكمل الحياة من غير الحب. عشان نقدر نروح لجنة الآخرة لازم نعرف نعيش جنة الدنيا، ومش هنقدر نعيشها إلا بالحب. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأتمنى إن بعد اللي سمعتوه النهاردة ما يكونش الحب يوم، الحب يبقى في قلوبنا، يبدأ بمحبة الله ويترجم لحب كل حاجة موجودة حوالينا. هسيبكم بقى تشوفوا رسائل من الشارع المصري في عيد الحب. تصبحوا على خير. طيب بما ان احنا بقى موجودين هنا مع بعض يوم الفالنتاين، تحب بقى توجه لها رساله ايه من خلالنا؟ يعني بقول لها بحبك، ويعني مبسوط ان انت في حياتي، وهانت بقى كلها 3 شهور تبقي معايا. ربنا يتمم لكم على خير. حضرتك تحبي توجهي له رساله ايه بقى؟ انا اقول له بحبك بس. طيب تحبي بقى تقول لها ايه من خلالنا؟ اقول لها طبعا يعني ربنا يخليكي ليا، ودمتي في حياتي انت وابني، وان شاء الله اكون يعني بحقق لكم كل امانيكم، وعيد حب وكل حب في كل سنه ما احنا مكملين مع بعض. تمام خلاص، يبقى حضرتك توجه لها الرساله دي من خلالنا النهارده بمناسبه الفالنتين، انها تسمعك. يا ريت يا مريم بعد اذنك، بعد اذنك تديني فرصه اشرح لك اللي حصل وافهمك، عشان انا مش وحش زي ما انت ما فاكره. طيب من خلال البرنامج بتاعنا حابب توصل لها رساله جميله بمناسبه الفالنتين؟ انا لا، انا بحبك، وان انت حد مهم في حياتي. طب حضرتك تحب توجه لها اي حاجه من خلالنا، رساله من خلالنا، من خلال برنامجنا؟ اللي احب اقوله لها ان يا ربي يخليها ليا دايما، ونفضل مع بعض على طول، ويخلي لنا بنوتتنا اميليا وبس. الله ربنا يخليكي ليا، وما يحرمنيش منك ابدا، وربنا يديمك على نعمه يا رب. تحب تقول ايه لخطيبتك من خلالنا؟ بحبك، ومثلا احب اقول لها بحبك، ويا رب اقدر اساعدك واحافظ عليكي ونفضل لبعض. الحب شيء جميل، مش محتاج يوم معين علشان تعبر لحبايبك عن حبك ليهم. كل عيد حب ومصر بخير، وكل عيد حب والعالم والوطن العربي كله بصحه وسعاده.